السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في هذه المرحلة الجديدة من مراحل برين تيست. علم قطنا كيف تصطاد أو علم قطتنا كيف تصطاد من فضلك. حسنا، كما ترون أمامنا هذا المطبخ، هناك قط يود أن يمسك بفأر. لدينا هنا قطعة جبن، نأخذها ونضعها أمام البيت الفأر، لكن كما ترون لم يخرج الفأر. لماذا؟ لأن القط متواجد هنا، لذلك ما علينا إلا تغطية القط هكذا فسيخرج الفأر. لكن لا يجب علينا أن نتأخر، لأن الفأر سيأخذ القطعة ويهرب. لذلك سنأخذ قطعة أخرى، سنضعها هنا ونطلق القطة نحو الفأر. نلتقي في مرحلة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.